صنصال دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر. تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بعلام صنصال دليلا إضافيا على وجود تيار حاقد ضد الجزائر، وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية. كما أدى توقيف بعلام صنصال المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إيريك زيمور، محمد سيفاوي، ماري لوبان، خافير دريونكور، فاليري بيكراس، وجاك لانغ، ونيكولا ديبون إنيون، وبالطبع طاهر بن جلون صديقه المغربي الذي يتعافى من داء عرق النساء من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله. بعلام صلصال يعتبر منذ فترة طويلة من قبل العديد من الجزائريين وأفراد الجالية الوطنية في الخارج أداة في أيادي قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر وتشويه تاريخها. مواقفه وكتاباته كثيرا ما تبدو يعني منسجمة مع أجندات تهدف إلى ضرب وحدة البلاد وتشويه صورتها. الجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا، أحد محمييهم وهو كمال داود قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة غونكور. ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا تم توقيف الكاتب الآخر لغاليمار صنصال في خضم هيجانه التحريفي. بالمناسبة، فقد كان الكاتب وسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية نهاية العالم 2084. وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف، لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار أتباعها الجزائريين. وكان المجنس بمرسوم إيريك زيمور في دعمه لصديقه بعلام صنصال قد قال أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنها. أما الرئيس ماكرون العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين بالأغبياء كعادته طبعا، فقد عبر عن قلقه البالغ: إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال في مطار الجزائر، لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول. وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان، فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها. أدخل هذه الحملة، قلت دائما، في إطار ما يسمى بالتشويش على الجزائر، لأن الجزائر اليوم أصبحت تزعج أكثر من أي وقت مضى من خلال أولا العمل الدبلوماسي الذي تقوم به في أروقة والمحافل الدولية من أجل القضية العادلة، قضية فلسطين، وأيضا قضية تصفية الاستعمار بالنسبة للصحراء الغربية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها فرضت أيضا منطق آخر للتعامل مع كل دولة تريد أن تتعامل مع الجزائر في إطار ما يسمى بمبدأ الند للند. إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات، فهذا الرئيس الذي يتحدث عن جرائم ضد الإنسانية في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس أودان والعربي بن مهيدي، ويقوم بتكليف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيدنا، هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها. أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة، خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود عبر قانون جيسون، أن تدين صنصال لمحاولته إنكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا،
في نهاية المطاف ومع كل موجات عداء ضد الجزائر، تتهم باريس الجزائر بكل الشرور، بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات. إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل ديروف مؤسس تطبيق تيليجرام المنصة العالمية للتعبير، ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.